في أسوان واصلت مديريات الصحة تنظيم القوافل الطبية بقرى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة. شهدت قرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة أعمال القافلة العلاجية. شارك في القافلة 8 تخصصات بالإضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية والصيدلية. وتم توقيع الكشف الطبي على العديد من المرضى وصرف العلاج الذي يتوافر منه أكثر من 130 صنفا بالمجان.